مش قادر مش قادر، الجو حر خالص. ايه ده؟ انت عندك حق، الجو حر، الجو نار، الجو نار. انا مش قادر، لا 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 لا، الجو حر خالص. قومي يا مرام، قومي قومي، قلت لنا مروحه نزلت ماما، قلت لنا اي حاجه نشربها ساعه بسرعه. مش قادر. مروحه؟ مروحه ايه يا مازن؟ دي ماما زمانها دلوقتي حاطه المروحه قدام وشها مستمتعه بيها، وتقول لي كمان حاجه ساقعه. دي ماما بقالها قرن قرن كده عماله تشربنا في تمر تمر تمر، ما بتدخلتش الحاجه الساقعه دي مره واحده بس في البيت. يا اختها بجد، مروحه قدامها. بس المهم احنا دلوقتي احنا بننهار. طب بقول لك ايه، من ده على الفرقعلوش اللي بره ده يروح ياخد من ماما فلوس ويجيب لنا حاجه ساقعه نشربوها. انا مش قادر، انا بنهار. معادنا بحاجه ساقعه ده امتى ده وجرى امتى ده؟ عموما ماشي، هنادي فرقعلوش وهنشوف، بس يا رب ما تبعت لناش معاه تمر. يا فرقعلوش، انت يا فرقعلوش. نح حيث ايه؟ بص روح قول لماما اتي فلوس وانزل اكل لنا ازازه حاجه ساقعه، احسن الجو حر نار نار. ماشي ماشي حاضر. ياه الجو ده مش محتاج فعلا غير الحاجه الساقعه. اما نادي بقى على ورق الاعلوز عشان يروح يدي لاخواته الحاجه الساقعه دي، حكم الجو حر قوي. يا فرقعلوز، انت يا ورق يا فرقعلوز. نعم يا ماما. كاي كاي كاي. نعم يا ماما، بس يا ريت ما تنسليش مساوير عشان الدنيا حر ومش هقدر انزل. خد تعالى تعالى، ما تقلقش مش هنزلك مساوير، بس خد ازازه الحاجه الساقعه دي كده قسمها عليك انت واخواتك. شكرا يا ماما. نعم. الله، انا كان نفسي فيها من زمان، كانت في وقتها كانت في وقتها. اشرب بس ميه قبل ما حد يشوفني. طعمها جميل. الله الله الله، هو ورا كل ده بيعمل ايه في المطبخ ده؟ اتاخر جدا. انت يا ورا في الاعلوم، انت يا ورا في الاعلوم بتعمل ايه كل ده في المطبخ؟ انا هو يا ماما بجيب لهم الكوبايات. هعمل ايه هعمل ايه، انا خلصتها كلها. طب اخواتي يشربهم ازاي؟ كتلي فكله. ماما ماما، هو انت عندك تمر؟ ايوه ايوه يا حبيبي، عندك تمر في التلاجة. شكرا يا ماما. بس كده كفاية، راح اوديها لهم كده. جبت لكم معايا ايه؟ حاجه ساقعه. اتفضلي. انت جيت بسرعه؟ ايه انت تاخرت كل ده ليه؟ انت تاخرت كل ده ليه؟ هات هات. تي ماما بتقول لكم اضطروا على نفسكم في الجو ده. شكرا شكرا. يلا صب بسرعه واديني الازازه بسرعه. بقول لك ايه، اصبر بس اصبر، اصب لنفسي وبعد كده اديك. اصبر اصبر ايه، انا جاي لك اخدها بنفسي، انا مش قادر، انا تعبان انا تعبان. ايه ايه ايه، انت مالك انت بتعمل كده ليه؟ هاخدها وخلصت خلاص. بقول لك ايه، انا مش ناقصك. ايوه كتير بتسلمي تمر، فتفتكري حاجة ساقعة تمر؟ ازاي يعني؟ اذا كان انا لسه شاربة منها وطعمها زي الفل، ازاي؟ لا لا يا ماما،
ده هي حاجة ساعة بس، هم عشان بيحبوا شرب التمر هم فاكلينها تمر. اه يا ماما ده فعلا تمر، حتى اتفضلي شوفي مفكرينها تمر. اتي اتي كده وريني اما ادوق. ايه ده فعلا تمر. بقى عشان كده كنت بتسألني عن التمر. بقى فرقع لوز هو اللي شربها وضحك علينا في الاخر. يعني انت ضحكت علينا؟ ده لازم يتضرب يا ماما. بقى انت بتضحك علينا؟ طيب run.